مبروك عليك الله يحفظك اللي هي مصحف الكاري. شكرا شكرا بزاف الله يعطيك الخير بارك الله فيك الله يحفظك. السلام عليكم خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من السلسله الرمضانيه رمضان مع اليماني وسفيان في بركان. في هذه الحلقه هذه ان شاء الله غادي نخرج للشارع البركاني وغادي نسولهم اسئله كتتعلق بمدينه بركان وبجبال بني زناسن وبقبائل بني زناسن بصفه عامه. غادي يكون سؤال واحد ان شاء الله واللي يقدر يجاوب على هذا السؤال غادي يربح معنا واحد الجائزه قيمه ان شاء الله اللي هي المصحف الكريم. قبل ما نبداو هذا الفيديو خوتي ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع الناس اللي كتعرفوهم الناس اللي كيعرفوا مدينه بركان وما تنساوش تشجعونا بالتعاليق ديالكم المحفزه. على بركه الله نخرجوا الشارع البركاني ونشوفوا كيفاش كانت الاجوبه ديالهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ محمد بولغال. السي محمد بولغال شحال منك من عام؟ 16 عام تبارك الله. اصغر مشاركه اللي شارك معنا في هذه المسابقه هذه في المسابقه الرمضانيه. عندنا واحد السؤال واذا قدرت تجاوب عليه غادي تربح معنا واحد الجائزه. مرحبا ياك. السؤال قريه الرقاده اللي كتبعد على مدينه بركان ب 9 كيلومتر ما اصل التسميه ديالها؟ اسم الرقاده عين الرقاده. وفي هذه الحاله راها صعيبه شويه ياك. واحد كنعرفوا عين الرقاده مي يمكن لك تفكر شويه ولا تسول شي واحد هنا قدامك كيقولوا لي عين الرقاده. الرقاده بكري. الرقاده ماشي بكري ماشي بكري. كيفاش حتى تسمات يعني ما اصل التسميه ديالها علاش سماوها بعين الرقاده؟ علاش سماوها عين الرقاده؟ كانوا يضربوا تما الشيوخ يضربوا البنتين. لا 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 ماشي هذا هو الاصل ديالها ماشي هذا هو الاصل التسميه. وهي على ما كيقولوا يعني هذا الشيء الاصل يعني من خرجت الركاده جايه من تما يعني هذيك هي طريقها جايه من تما وجايه والاصل فين استقر. ولكن الاصل ديال العين العين حتى قريه الرقاده القريه ديال الرقاده تسمات على العين. ولكن العين علاش تسمات بقريه بعين الرقاده؟ عين الرقاده حيت اللي اكتشفوها كانوا يديروا الرقاده. لا راه حتى الفولكلور راه جا من بعد ما تسمات العين حتى وراه تابع للعين. كيفاش كتسمى واحد العين ديال الماء؟ واه العين ديال الماء علاش تسمات بعين الرقاده؟ ايوا بغداد علاش سموها الرقاده؟ عين الرقاده. ما كان مشكل ما كتبتش فيها خير. سليمان مزيان السؤال هو عين الرقاده بعيد على بركان 8 كيلومتر. نعم. علاش تسمات بعين الرقادة؟ علاش تسمات بعين الرقادة؟ هذا هو فكر فكر ان شاء الله. عين الرقادة فيها عين كيخرج به الماء. هي راها عين ويخرج بها الماء وموراها عاد سموها عين الرقادة. ولكن علاش؟ وقعت شي حاجة باش تسمات عين الرقادة؟ ربما شي حاجات فولكلوريه كدار تما. لا ماشي هذا هو الجواب. ايوا هذا الشيء انا ما عرفتش. ماشي مشكل المهم هو المشاركه. شكرا لك على المشاركه ديالك. بارك الله فيك. سي ايوب حنا دايرين واحد المسابقه في يوتيوب كنسولوا الناس في الشارع واليوم درنا واحد السؤال. السؤال ديالنا هو الرقاده عين الرقاده كتعرفها؟ بعيدة على بركان ب 8 كيلومتر علاش سموها بهذا الاسم ديال عين الرقاده؟ سبب التسميه ديالها؟ على حساب ديك العين. هي كاينه ديك العين هذيك العين هي اللي تسمات عين الرقاده ومن بعد سموها على اقليم الرقاده. دابا علاش تسمات عين الرقاده؟ ما عرفتش. فكر اصاحبي فكر. ما عندكش شي فكره؟ عندي حتى شي فكره. ماشي مشكل شكرا بعد على المشاركه. واحد الرساله للمشاهدين اللي كيشوفوا هذه الحلقه هذه بمناسبه شهر رمضان. كنطلبوا لهم رمضان مبارك ان شاء الله وعواشر مبروكه وتقبل الصيام ديالهم ان شاء الله والله يجعلها مغفره الذنوب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله وراه احسن رمضان هو هذا ان شاء الله. شكرا شكرا المهم المشاركه. شكرا الاخ سفيان على هذا الشيء هذا. بارك الله فيك. الله يعنقكم. اعطينا واحد الكلمه للمشاهدين اللي كيشوفوا هذه الحلقه هذه بمناسبه شهر رمضان.
يطلب الله سبحانه وتعالى يدخلنا علينا هذا الشهر بالإيمان والأمان ونفوته بخير إن شاء الله يا ربي، ويرفع علينا الله سبحانه وتعالى هذه الأزمات يا ربي. أمين. هذا الشيء اللي نقوله. ومرحبا بهم في المحل. مرحبا بكم، مرحبا بكم بالجامعة إن شاء الله. شكرا. قبل بعد أعطينا واحد الكلمة للمشاهدين ديالنا اللي كيتابعوا هذه الحلقة بمناسبة شهر رمضان. شهر رمضان مبارك على جميع الأمة الإسلامية، وكنتمنى دوزوا بالصحة ولنا إن شاء الله. شكرا خويا، ومرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. سهر نفس سليمان، عندنا واحد المسابقة فيها سؤال واحد يقدر تجاوب لهذا السؤال هذا تربح معنا واحد الجائزة إن شاء الله. السؤال غير إقليم مدينة بركان، وهو عين الرقادة اللي كتبعد على مدينة بركان ب 9 كيلومتر 8 كيلومتر، ما أصل التسمية ديالها؟ علاش تسمت بعين الرقادة؟ الرقادة رقادة عين عنصر تما سمي لها الجدود الرقادة. واه، يعني واش عندك شي فكرة كيفاش حتى تسمات بعين الرقادة؟ علاش سموها بعين الرقادة؟ عين الرقادة، الرقادة عنصر عين الرقادة. هذيك العين كانت راقدة وطردقت ناسا واحد وحيدة وخاضي نشان كن هي. شوف انت يا المهم جاوب لي انت واش راك متأكد به؟ هي هذيك هي السي ميمون. واه كتناس وتنوض. واه هاد الرقادة عين كتفيق وتنعس وتفيق كل مرة تنشفت. واه تسمات بعين الرقادة. يا سيدي مبروك عليك. الله يبارك فيك. يا هذيك الله يعطيك الخير. مبروك عليك. الله يحفظك. اللي هي مصحف الكاري. شكرا شكرا بزاف. الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. الله يحفظك. واحد بركة وشرك. الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. واحد الكلمة للمشاهدين اللي كيشوفونا بمناسبة شهر رمضان. شي كلمه قولها للناس اللي كيشوفونا بمناسبه شهر رمضان. الله يوفقكم اسيدي، وتصوموا بالهنا والراحه، وان شاء الله تفوتوا بخير وعلى خير. بارك الله فيك، نهارك مبروك. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. بهذا خوتي نكون وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال هذا النهار. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال هذه الحلقه هذه، ونتمنى تكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي كاينين في هذا الفيديو هذا. عين الرقاده تسمات بعين الرقاده لانها كترقد وكتفيق. منين كتصب الشتاء العين الرقادة كتفيق، ومنين كيجي الجفاف والفرشة المائية كتنقص كترقد، لذلك سماه بعين الرقادة نسبة للمصطلح البركاني اللي زناسني الرقاد اللي هو النوم. قبل ما تخرجوا خوتي ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الأصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم. ما تنساوش تشجعونا بالتعليق ديالكم، ما تنساوش تشجعونا باللايكات ديالكم. شكرا بزاف على المشاهدة بالنسبة للناس اللي وصلوا للنهاية ديال الحلقة ديالنا ديال هذا النهار. بالسلامة عليكم خوتي، حتى الفرصة أخرى إن شاء الله.